أحبائي الصغار، أرحب بكم في العدد الثامن من برنامج حكاية للأجيال. كنا شاهدنا معكم في العدد السابق وتعرفنا على مقاومات عدة، مقاومة بن نصر بن شهرة، مقاومة شريف بوشوشة، وكذلك مقاومة الشيخ الحداد والمقراني. اليوم سوف نواصل معكم لنتعرف على مقاومات أخرى وننهي كذلك مرحلة الحديث عن المقاومات الشعبية. اليوم سوف نتعرف على مقاومات عدة، مقاومة ولاد سيدي الشيخ، مقاومة كذلك بوعمامة، وكذلك مقاومة شيخ أمود بأقصى الصحراء الجزائرية. تابعوا معنا. الصغار، نحن متواجدون اليوم بقاعة العرض الخاصة بالمتحف الوطني للمجاهد، نواصل معكم للتعرف على المقاومات الشعبية. كالعادة يتواجد معي مجموعة من الأطفال، أرحب بكل من ملك، ماريا، لميس، منار، هيثم وآية. مرحبا بكم، وش راكم؟ لاباس؟ أكم مستعدين باش تعرفوا معي على هذه المقاومات؟ نعم. إذا اليوم حابين نحكي لكم على المقاومة تاع ولاد سيدي الشيخ. ولاد سيدي الشيخ هاد القبيلة اللي كانوا ينتميوا إلى الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا كانوا يقاوموا في منطقة الجنوب الوهراني. هيثم حبيت تسقسي سؤال؟ تفضل. وقت بدأت مقاومة تاع ولاد سيدي الشيخ؟ المقاومة بدأت منذ سنة 1864 حتى 1881. علاش راحوا لهذه المقاومة؟ خاطر منطقة الجنوب الوهراني عندها ثروات متنوعة. فرنسا حبت تدخل تما خاطر شافت بلي هذيك المنطقة عندها وراح تزيد لها في القوة الاقتصادية تاعها. أما ولاد سيدي الشيخ علاش ناضوا؟ ناضوا ورفضوا تواجد الاستعمار الفرنسي في هذه المنطقة، اللي بدا يفرض ضرائب ويدير حملات تنصيرية، وبدا كذلك أنه يدي في الممتلكات تاع هذوك هذيك القبيلة. وبداو قبائل ولاد سيدي الشيخ بداو يديروا يدعوا القبائل والأعراش تاع هذه المنطقة باش ينضموا إليهم باش يجاهدوا ضد المستعمر الفرنسي. تفضلي. مش كنت الزعيم تاعهم؟ كاين عدة زعماء، زعيم سي سليمان بن حمزة، سي العلا، سي قدور، سي محمد وغيرهم. كل ما يستشهد مقاوم يظهر مقاوم واحد آخر. ومن بعد في نفس الفترة زاد ظهرت مقاومة واحدة أخرى، هي مقاومة الشيخ بوعمامة. نروحوا نتعرفوا عليها؟ تفضلوا معايا. نروحوا لدوكا المقاومة تاع الشيخ بوعمامة. الشيخ بوعمامة كذلك كان في نفس الفترة بدا المقاومة تاعو من سنة 1881 حتى 1906، رفض الاستعمار الفرنسي بكل ما لديه. وهذا الشيخ بوعمامة اللي بدا في انه يدير معارك عديدة ضد المستعمر الفرنسي، ورغم القوة اللي كانت عند فرنسا إلا انه قدر يجابها. بصح في الأخير الشيخ بوعمامة ما قدرش يكمل المقاومة تاعو، وولاد سيدي الشيخ تاني قعدوا لسنوات يحاربوا الاستعمار الفرنسي، رغم انه فرنسا واش كانت دير؟ كانت دير سياسة تفرق تسد، قسمت القبيلة تاع ولاد سيدي الشيخ إلى قسمين، قسم الشراقة وكذلك قسم تاع الغرابة. هكذا دوكا كي كملنا هذه المقاومات نتعرفوا على مقاومة واحدة أخرى اللي هي مقاومة أقصى الجنوب الجزائري. أرواحوا تعرفوا معنا على هذه المقاومات. هاوليك الشيخ أمود. فرنسا كي قضات على المقاومة في الشمال الجزائري وجهت الأنظار تاعها للجنوب الجزائري، وهنا سكان مدينة الجنوب فرنسا كانت تبعث لهم جواسيس باش يستكشفوا المنطقة تاع الصحراء. بصح
سكان قبائل الصحراء كانوا يدافعوا المنطقة تاعهم بكل قوة، وظهر الشيخ آمود أغ المختار. هذا الشيخ آمود كما كتشوفوا فيه بالزي تاعو يسموه الرجل الأزرق، قاوم المستعمر الفرنسي، وفرنسا واش قالت له؟ قالت له نخلي لك السلامة، تما من 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 دناش السكان هذيك المنطقة، وشنو خلينا المنطقة تاع جانيت. بصح الشيخ آمود أرغمهم على أنهم ينعزلوا من هذيك المنطقة وينسحبوا من هذيك المنطقة. ومن بعد فرنسا عاودت دارت القوة تاعها كلش، وعاودت ولات المنطقة جانيت. كي ولات المنطقة تاع جانيت وبدات بالقوة تاعها والعدد تاعها، استطاعت انها تخمد هذه المقاومة. بصح الرمال تاع الصحراء تاع الجزائر ما زالت تشهد على المعارك الكبيرة اللي قاموا بها سكان واهالي منطقة الصحراء. فهمتوا هذه المقاومات؟ وانتم مشاهدينا الصغار لحقنا لنهاية هذا العدد، نخلوكم ونعطوكم موعد آخر في العدد اللاحق. تابعونا وابقوا دائما في الانتظار. شكرا لكم، إلى اللقاء.